أخي العزيز فخامة الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيق، الإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي بوجودي بينكم اليوم هنا في بلدي الثاني السودان الشقيق. فمن بين كل الزيارات الخارجية التي أقوم بها للدول الشقيقة والصديقة، تحظى زيارتي للسودان بمكانة خاصة وأولوية متقدمة ومتميزة، ليس بالنسبة لي فقط، ولكن لكل مسؤول مصري يزور هذا البلد العزيز، وكذلك لكل مواطن مصري يحظى بالتواجد على أرض السودان الشقيق. ومرجع هذه المكانة الخاصة يعود إلى شعور كل مصري يزور السودان بأنه لم يخرج من وطنه ولم يغادر أرض بلاده. السيدات والسادة، تأتي زيارات اليوم في إطار التوجه الذي بات ثابتاً وواضحاً في سياسة دولتين الشقيقتين، وأصبح جزء لا يتجزأ من توجهات البلدين الإقليمية والدولية، ألا وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والمائية والثقافية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، لأنه لا أحد يستطيع مهما حاول حصر كل ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط تتسع لتشمل كل المجالات. ولا أبالغ في هذا الصدد إذا قلت إن ما يربط بين بلدينا من علاقات ووشائج وتاريخ ووحدة في المسار يندر أن يتكرر بين أي دولتين وشعبين على مستوى العالم. نحن لدينا مصير مشترك. أخي العزيز فخامة الرئيس، الإخوة الكرام، أود أن أتقدم إليكم شخصياً وإلى الأشقاء في دولة السودان الشقيق بكل التحية والشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد واضح لدعم علاقات الإخوة بين مصر والسودان، وهو ما تبلور على مستوى لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين، وتجاوز العديد من الصعوبات التي كانت تواجهها، وكذلك الشروع في مشروعات قومية مشتركة في مقدمتها الربط الكهربائي بين البلدين، علاوة على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف القضايا التي تهم الشعبين الشقيقين. وما زال الطريق أمامنا طويلا للارتقاء بعلاقات التعاون إلى المستوى المنشود الذي يتطلع إليه شعب البلدين. كما أود أن أعرب أيضا عن التقدير على جهودكم المخلصة لتسوية المنازعات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي نتطلع إلى أن تتكلل بالنجاح والسداد، لأنها جهود تعكس رغبة صادقة في تعزيز الاستقرار ورؤية واضحة لحقيقة ثابتة، وهي أن أمن واستقرار وتنمية دول الجوار الإقليمي يعود بالنفع على كل الأطراف. كما أؤكد لكم فخامة الرئيس دعم مصر التام لتلك الجهود واستعدادنا الكامل لمواصلة الإسهامات بكل الإمكانات في تحقيق أهداف السلام والرخاء المنشودة في المنطقة، انطلاقا من الرؤية نفسها، وهي أن أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وعنصر أساسي في ثوابت سياسة مصر الخارجية. ولعلي هنا أوجه رسالة إلى أشقائنا في أثيوبيا وإريتريا، أقول لهم إننا في غاية السعادة بالتطورات الإيجابية بين البلدين، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لإحلال السلام والاستقرار والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين. ولجنوب السودان أقول إننا سنعمل سويا مع أشقائنا في المنطقة حتى نحقق السلام، وحتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه. أخي العزيز فخامة الرئيس، الإخوة الكرام، إننا على يقين في أن ما عبرت عنه من مبادئ أساسية للتعاون بين بلدينا الشقيقين ومشاعر الإخوة
والرغبة في العمل المشترك إنما هي المشاعر نفسها التي يحملها الأشقاء في السودان، ونفس المبادئ التي ترتكز عليها نظرتكم الثاقبة فخامة الرئيس، ليس فقط على صعيد العلاقات المصرية السودانية، وإنما أيضا على مستوى علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا في المنطقة بأسرها، وستكون هي الدافع من أجل استمرار الجهود لدعم تلك العلاقات والسعي لإزالة أي معوقات أمام انطلاقنا لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء وتحقيق المصالح المشتركة. فخامة الرئيس، كل تحياتي وتقديري لكم ولأبناء السودان الشقيق، وأطيب أمنياتي وأمنيات الشعب المصري بكل نجاح والتوفيق. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.